الذي ينكر قدر الله، ينكر تقدير الله عز وجل للأشياء، جميع الأشياء، هذا ليس مسلما. لأن من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر، أن يؤمن كل واحد منا بالقدر، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا معنى القدر، أن تعتقد أن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع بتدبير الله الأزلي، بتدبير الله الأزلي، خير الأمور وشرها، حلوها ومرها، عرفها ونكرها، نفعها وضرها، كل ذلك يقع في الكون بتقدير الله عز وجل الأزلي. لذلك في حديث جبريل الذي يحفظه من المسلمين الصغير والكبير، الرسول عليه الصلاة والسلام قال حين سأله جبريل عن الإيمان ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن الله قدر الأشياء كلها خيرها وشرها. هذا من أصول الإيمان. نعم، الله تعالى لا يأمر بالشر ولا يحب الشر ولا يرضى بالشر، ولكنه يقع في الكون بتقديره سبحانه. أناس من المشركين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. ما معنى يخاصمونه؟ يناظرونه، يجادلونه في مسألة القدر. فأنزل الله تعالى قوله في القرآن إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمين يعني الكافرين، لأن أكبر الجرم، أكبر الجرائم الكفر بالله، أكبر من قتل إنسان بغير حق، أكبر بكثير. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الملائكة إهانة لهم توبخهم، تقول لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا عذاب النار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا قول ربنا وصدق ربنا سبحانه. إنا، الله يقول عن نفسه إنا، إنا كل شيء. هل استثنى الله شيئا؟ هل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا الشرور إلا القبائح؟ لا، ما استثنى الله تعالى شيئا، بل قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبرائيل عليه السلام. والتكذيب بالقدر كفر وخروج من الملة، كفر وخروج من الملة. الصحابة رضوان الله عليهم حين كانوا يسألون عن القدر كانوا يجيبون بهذه الجملة الحلوة، يقولون أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويقولون ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني إذا مت لا تؤمن بهذه القضية تستحق نار جهنم، كما قال الله عز وجل ذوقوا مس سقر. لمن يذوقون عذاب جهنم؟ وسقر اسم من أسماء جهنم، لأنهم لا يؤمنون بالقدر، لا يؤمنون أن كل ما يقع في الكون بتقدير الله عز وجل الأزلي السابق.